صباح الخير والامل والتفاؤل عليكم مشاهدي برنامج صباح الشرقيه وين ما كنتوا. يوم جديد وحلقه جديده نبلشيها وياكم اني وتاميلا. صباح الخير على تاميلا. صباح الخير زين. صباح الخير على كل المشاهدين، يسعد صباحكم وين ما كنتوا. صباح الحب والابتسامه والضحكه الحلوه، صباح روح التحدي اللي من خلاله راح تنجزون ان شاء الله كل اعمالكم خلال اليوم. بلشين وياكم مشاهدينا حلقتنا والبدايه مع العناوين. هل تفضل الخروج في العزومات والمناسبات بدون الأطفال وما تصرفك مع الأطفال الغير هادئين عند زيارتهم لك في المنزل؟ هذا هو موضوع استطلاع اليوم واللي راح تشاركنا به من استوديو دبي في الساعة الثانية الدكتورة روعة مدربة حياة. أعراض التهاب المرارة وأسبابه وطرق علاجه هو محور حديثنا مع ضيفة الاستوديو اختصاصية الجراحة العامة الدكتورة زهراء أحمد. أقدم وأعرق الفنون في العالم النحت، يأخذنا إليه رئيس قسم النحت الدكتور إيهاب. عمر من مدينة الموصل يسافر ويتنقل عبر الدراجة الهوائية. وفي خبرنا المنوع لهذا اليوم، أسباب تضع سكان مدينة هونغ كونغ هم الأطول عمرا في الكرة الأرضية. نهاية العناوين أكيد ما رح ننسى سؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة واللي هو: هل تؤيد مقولة نومة هنيئاً لأطفالكم عند دعوتكم لحضور مناسبة؟ وأكيد نذكركم أنه تقدرون تتفاعلون ويانا وتشاركون تفاعلاتكم عن طريق الكيو آر الظاهر على الشاشة واللي راح ياخذكم مباشرة على بوست اللي موجود على الإنستغرام لقناة الشرقية. زين، انت شلون تتعامل ويا الاطفال بالمناسبات؟ يعني هي هاي من المشاكل الهوايه اللي احنا نواجهها من يكون عندنا اكو دعوه او مناسبه. احنا اكيد نهتم اول شيء للاطفال، نقول انه احنا نودي اطفالنا لهي الاماكن اللي تكون دائما الموسيقى بها صاخبه وبيها عالم هوايه، دائما تكون بيئه غير ملائمه لهم وغير صحيه، فنفضل انه الاطفال يبقون داخل بيوتهم. وثاني شيء همنا هاي تكون فرصه لاهلهم شويه يتنفسون ويستمتعون باجواء صحيح الحفله. صحيح زين. بس اكيد راح نحكي بهذا الموضوع اكثر في الحلقه. يلا. طبعا مشاهدينا هواي مرات احنا نواجه انه الاكل يكونون معزومين او تكون موجهه لهم فدعوه رسميه الى مناسبه معينه او حفله، ونشوفهم يتعذرون يعتذرون عن الحضور، وهذا الشيء يكون سبب انه اطفالهم ما يقدرون يجون. لكن في بعض الاحيان هم يكون اكو دعوات رسميه يكون مكتوب بها انه جنه الاطفال منزلهم او نوما هنيئا لاطفالكم، وهذا هو كانه بصوره محترمه اهل الدعوه يقولون للاهل انه يا ريت لو ما تجيبون اطفالكم حتى انتم تستمتعون، احنا همينا نقدر نستمتع. ف يعني باغلب المناسبات هسه اللي تصير نشوف هذا الشيء موجود. فاليوم راح نحكي هل هذا الشيء هو صحي للاطفال وشنو هي ايجابياته، بنفس الوقت شنو هي سلبياته. بالفعل زين، هو الموضوع صراحه للطرفين للاهل والاطفال، لانه اصلا مو المناسب انه الاطفال يكونون ضمن هالضجه والاصوات، وممكن الاهل يغفلون عنهم، ممكن الاطفال يتعرضون لخطر يوقعون وما عدا الاصوات اللي طلعوها، وممكن الاهل يفقدون اعصابهم ويقومون يعني يكونون في موقف حرج، واحنا اكيد ما نفضل هذا الشيء من طرف يعني الضيف واللي مستضيفين هذه الاهالي. فلذلك موضوع استطلاعنا لليوم هو: هل تفضل الخروج في العزومات والمناسبات بدون الأطفال؟ وما تصرفك مع الأطفال الغير هادئين عند زيارتهم لك في المنزل؟ خلونا نشوف.
صباح الخير عليكم مشاهدين صباح الشرقية. اليوم راح نسأل الناس هل تفضل الخروج في العزومات في المناسبات بدون أطفال وبنفس الوقت في حالة زاروك أطفال مهادئين، شو راح يكون تصرفك وياهم؟ حنعرف جواب الناس، خليكم ويانا. اي افضل، لانه يعني مرات الاطفال يعني يصيرون يعني مصدر يعني للازعاج من ناحيه انه يعني يلعبون، بس اكو مرات اكو اماكن مثلا بيها يعني اي تفصلهم عن الكبار. هل كنت معزوم وكنت مجبور انه تاخذهم؟ يعني راح يعني اقول لهم يعني انه يروحون ويا الاطفال الاخرين يعني بعيد. ماكو اطفال يعني لازم واحد يعني يجبرهم انه يكونون يعني تصرف لا قصر عندهم. شو تصرفك ويا الاطفال الغير هادئين؟ يعني مثلا لما يزوروك بالبيت ايش راح تتصرف وياهم اذا كانوا غير هادئين؟ يعني هاي صدق عنها مشكله حقيقيه نعاني من عندها. يعني شو تقدر تسوي لهم؟ انه مثلا تقول لهم لا ما يصير هيك تسوون اهدئوا وكذا؟ انت ما تقدر تقول ليش، لان هو طفل يعني هو ما عنده شلون اقول لك الحكمه مال شخص كبير. بس تقدرين يعني هو يا اما تعزليه يعني مثلا بغير غرفه وتوخرين يعني الاشياء اللي ممكن تتكسر. والله الصراحه طبعا هواي اكو جهال مزعجين فما تقدرين تطلعين وياهم، يعني بالقعده بالهاي ماما اشتري لي ماما ما اعرف شنو، فما تقدرين تطلعين وياهم. بس في حاله انه كنتي معزومه بمكان وكان اكو اطفال، شنو راح تصرفين؟ صراحة ما أسوي شيء لأن هو جاهل يعني فما أقدر أحاكي، إذا أنا وياي جاهل لا أقدر أقول له ماما اقعد أو شيء، مو صحيح؟ يعني إنه تاخذيهم بالعزومات؟ هو الصراحة إي صحيح، لازم ما تاخذيهم يعني بالعزومات أو شيء، بس إذا جهالك حسب تربيتك أنت، تربين جهالك تربية صحيحة راح تقدرين يعني تطلعين تتونسين إذا هم هادئين. بالنسبه اذا فرضا شخص اجى لبيتك وبنفس الوقت كانوا اطفال وياه وكانوا اطفال ابدا مو هادئين، شو راح يكون تصرفك؟ والله صراحه لا انا ما اطلق جهل. تقدرين تحكين وياه؟ تحكين ويا اهله؟ يعني ويا الطفل ماما اقعد حبيبي يعني هيك، ويا اهله ما احكي يعني استحي. لا هي الونسه وياهم منها طبعا. هواي ناس يشوفوهم انه ممكن يسوون ازعاج بالطلعه بالمناسبه، شنو رايك؟ لا بالعكس يونسون بالطلعه. زين في حال انه مثلا شخص اجى لبيتك وبنفس الوقت وياه اطفال وهالاطفال مزعجين مو هادئين ابدا، شو راح تصرفين وياهم؟ هم جايين بيتنا فطبعا نحترمهم ونحترم جهالهم حتى لو كانوا موقحين. بالنسبة فرضا انه كان عندك اطفال ورحتوا بيت احد وكان يعني مثلا الاطفال ابد مو هادئين يسوون حركات، شنو تصرفك؟ اقعدهم ما اخليهم يقومون. اذا احنا طالعين فد عزيمه يعني شويه الاطفال ياذون هواي، فمو ناخذهم يعني نطلعهم بغير مكان مثلا مول او شيء، ما يعني شوي الاطفال ياذون بالعزايم او بالمناسبات؟ يعني هو الطفل ما يفتهم يعني يريد مثلا يشوف طفل ثاني يريد منه شغله او هيك شيء فيأذي يعني بطلعة ويقوم يبكي. زاروك اطفال منزلك بس يكونون مو هادئين، يكونون مثلا شويه مزعجين، شنو راح يكون تصرفك وياهم؟ يعني اتعامل وياهم بلطف وهاي واهديهم، لا اضربهم ولا هاي، لا ما يصير يعني نضرب الجاهل، لان هو جاهل ما يفتهم يعني نهديه ونش اسمه نرضيه. لا بالعكس انا من هالناحيه افضل ان اخذ اطفالنا معانا، يعني من ناحيه انه يفرفشون يغيرون جو ويانا يطلعون ويا عالم يعني يسوون علاقات اجتماعيه، فمن هاي الناحيه انا افضل انه اخذ الاطفال ويانا للمناسبات، من ناحيه انه يسوون مشاكل يعني هو الطفل حركي يكون يعني شيء اعتياد وما بها اي مشكله. في حاله زاروك اطفال غير هادئين بالمنزل شنو تقدر تسوي وياهم؟ شنو تصرفك وياهم؟ يعني هو طفل نقدر نعطيه نصائح نعلمه على الطريق الصح، ما نستخدم وياه اساليب يعني ما تليق بعمره، بس يعني ما تقدر تخليهم هادئين؟ يعني اقعد احكي وياه اسولف وياه، مو يعني من ناحيه اصيح عليه او استخدم وياه اسلوب الضرب او الكتل يعني،
بس انه اسالف وياه بطريقه حلوه وبسيطه ويقعد هادي. والله يعني حسب، يعني مثلا اذا مناسبه خلينا نقول يعني خلينا نقول جمعه اهل لا اكيد لازم يجون، بس اذا يعني مناسبه او ايفنت او طلعه خلينا نقول او امسي اكيد لا. اكيد لا، لانه راح يخربوها. شلون يخربوها؟ احكي يعني هوسه، يعني هم ما راح يفكرون بالطريقه نفسها اللي احنا نفكر بها، انه شيء يريدون هم لازم يصير لهم، فما راح تقدرين تلبين كل شيء يريدوه بهذاك المكان او تهدئيهم مثلا، راح يسببون لك احراج انت بالدرجه الاولى. في حاله انه اطفال مو هادئين زاروك بالمنزل، شنو راح يكون تصرفك وياهم؟ يعني انطيهم فد شيء مثلا، اذا صرتوا عقال يعني انطيهم مكافاه خلينا نقول اذا صاروا هادئين. أقشرهم أكيد، يعني بكل مكان والاحترام راح يكون شخصياً إنه بي أطفال أو لا، مو كل شيء أطفال، الأطفال هم مكانهم الخاص. ليش ما تحب تأخذهم؟ يعني مثلاً إذا كنت بعزيمة أو بمناسبة شنو السبب؟ أكيد راح، هو كل اسمه طفل راح يكون في ضوضاء، راح يكون في شغلات غير لائقة، فأكيد كل مكان له احترامه. ما أفضل أخذ الأطفال وياي بالعزومات وبالمناسبات، لأن هو راح يسببوا لي إحراج، وبنفس الوقت هم ما راح يتعبون. أي مثلا ممكن يسببوا لك إحراج؟ طبعا الطفل بطبيعته حارق، يحب يلعب بكل شيء، من أطلع برا البيت أو بيت منزل أحد راح من يلعب بهذا الشيء راح أحرج كلش. انت كنتي مجبوره تاخذين طفلك، او مثلا مجبوره انه لما تروحين مناسبه اكو اطفال، شنو راح يكون تصرفك وياهم؟ والله راح اضل بس مجبوره انه ما خجلانه كلش. في حاله انه زارت اطفال مو هادئين ببيت حضرتك، يعني بالنسبه لي اتقبلها، يعني من يزورني احد اطفالها هاي اتقبلها، بس اطفالي ما اتقبلي. تتقبلي شلون؟ ممكن يعني مثلا تقبلي في حاله انه سوى ازعاج هوايه ما كان هادئ ابدا؟ اي احاول اسكته، لهيب شيء، انطي العاب، يعني من هالباب. مثل ما شفنا الاستطلاع الآراء مختلفة، ولكن الكل متفق الأكثرية على موضوع أن الأطفال أكيد ممكن يسببون مشكلة للأهالي والأماكن اللي مصطحبيها إلهم. فأكو ناس قالوا أنه ممكن يستخدمون الأسلوب الهادئ أنه يحجون وياهم، واللي هو هذا الأسلوب الصحيح في حال اضطروا أنه يكونون الأطفال وياهم، أو الحل الأصح أنه يبقون الأطفال بالبيت حتى هم بالتالي يقدرون يستمتعون بالأمسية. تعرفين تامل مرات يمكن هذا الشيء هم يسبب احراج لاهالي الدعوه. اني يعني اتذكر مرات اني كنت اودي دعوه يكون مكتوب عليها عباره انه جنت الاطفال بيوتهم او منازلهم، فمثلا تشوف البطاقه تقول يعني قصدك ما نجي، لانه احنا تعرف ما عندنا مكان خالي باطفالنا. فهم هو موقف محرج للشخص اللي ينطي الدعوه او يرسل الدعوه، لانه هم راح يسالوا زين انت تعرف احنا ما عندنا مكان نامن باطفالنا او نخلي باطفالنا، زين احنا شلون راح نجي للحفله؟ فيصير اكو مناقشه، ممكن هذا الشيء سبب مرات احراج للاشخاص. هو المفروض يعني يا اما يامنون صديق او قريب، او ممكن على الاقل يستاذنون من المضيف او صاحب الحفله حتى انه يكون نوعا ما ادب او اتيكيت انه احنا راح نجيب ويانا طفل، فتهيئوا الموضوع وراح نحاول انه احنا ندير الموضوع. خلينا نذكركم بالسؤال التفاعلي اللي هو هل تؤيد مقوله نوما هنيئا لاطفالكم عند دعوتهم لحضور مناسبه؟ احد التعليقات يقول او تقول البنيه اني مو مع احضار الاطفال للحفله لانه دائما ما يخلوني استمتع بالحفله. واللي هو هذا صحيح حقك يعني اكيد. اكيد همينة عبروا عن ارائكم وقولوا لنا شنو رايكم انتم بهذا الموضوع، واحنا راح ننتقل هسه بين ما انتم تعلقون الى موضوعنا الثاني، وراح نحكي ب عن المرارة والمشاكل اللي تسببها ما بين الأعراض والعلاج. راح ننتقل بالأسئلة مع ضيفتنا اليوم الدكتورة زهرة أحمد، اختصاص جراحة عملية أو عامة. سوري، صباح الخير عليك دكتورة. صباح الخير دكتورة، نورتينا. نورتينا. موضوع شيق اليوم، يعني نحكي عن أعراض ومشاكل اللي تصيب بها المرارة، فحابين اليوم نقول ونبدي أسئلتنا نقول شنو هي الأمراض اللي تصيب المرارة؟
تمام. أول شيء شكرا على الاستضافة. ثاني شيء خلينا نحكي هي شنو المرارة بالبداية. المرارة هي عبارة عن كيس أو عضو صغير يشبه الكمثرى. أنا جايبت لك إياها هنا حتى نشوفها. أي بالضبط. تعرف مكان المرارة هي تكون تحت الكبد بالضبط. هاي هي الرئة هسه. هاي الرئة شلناها. أوكي. ويجي الكبد دائما يكون بالجزء الأيمن من البطن. أوكي. بالأعلى. فالمرارة تكون ملتصقة تحت الكبد. فهذا هو مكانها. أوكي. فإذا بس نشوف الكاميرا حتى همين المشاهدين يشوفوا هي تشي بهالطريقة. تمام. يعني هي تكون جزء واحد ويا. هي عضو الكبد. ملتصق بالكبد من من الأسفل. الخلف. حلو. وظيفتها هي إنه تخزن المادة الصفراء. هاي المادة الصفراء بها إنزيمات تساعد على إنه تهضم الدهون. فمن تأكل تبدي المادة الصفراء تنفرز. وطبعا من خزين المرارة وتبدي تهضم الدهون. فتكون المرارة بهذا المكان. حلو. أي تمام. زين شنو الأمراض الممكن تصيب المرارة دكتورة؟ أي المرارة دائما هي 95% من أمراضها هي حصى المرارة. تتكون حصوات بداخل المرارة فتسبب اعتلال بالمرارة نفسها ويصاحبها بعض الأحيان التهاب بالمرارة. فيصير تثخن جدار المرارة وتسبب أعراض وغيرها. الأمراض الأخرى ممكن إنه تصير سرطانات بالمرارة. وطبعاً نوع السرطان دائماً يكون مكتشف بالأطوار المتقدمة من السرطان. أي وأكو بعض الأمراض تكون مصاحبة لحصوى المرارة. يعني إحنا عندنا حصى المرارة هو 95% يكون بدون أعراض نكتشفه يعني اكسيدنتلي بالسونار. يعني واحد يشيك سونار يكتشف انه هو عنده حصوى المراره وهو ما عنده اي اعراض. حتى الالام ما يكون عنده. حتى الام اي شيء ما عنده 95% من المرضى. ولكن الباقي هم يصير عندهم التهاب بالمراره. فنوبات التهاب المراره اذا ما تعالجه ممكن انه يسبب خراج بالمراره. وايضا ممكن تنثقب وذاك الوقت تسبب حتى التهاب بغشاء البريتون داخل البطن. زين دكتوره اكو احنا نسمع او مثلا تصير عندنا الام دائما نخربط ما بين المراره والزائده الدوديه. بالضبط. فشون شنو الفرق؟ يعني شلون نميز هذا الالم في حال صار الم بما يخص المراره او زائده دوديه؟ هي طبعا تصير تشابه بالأعراض بين المرارة وبين الزائدة لأن هي بنفس المكان. يعني إحنا عندنا أنا الزائدة من بينه هنا كلها. خلينا نشوف المجسم. فإحنا المرارة عندنا بالجزء الأيمن الأعلى. وتقدم الكلى مرات نخربط. بالضبط. الكلى تكون بالخلف. الزائدة تكون بالضبط هنا. فتكون الآلام بهاي المنطقة. لأن مختلفة يعني الأعراض العفو متشابهة فممكن أن نخربط بين الزائدة والمرارة. ولكن يجي التشخيص الصحيح هو من قبل الدكتور طبعا بعد ما نسوي السونار وهالأمور راح يبين. زين دكتورة هل يكون أكو في بعض المرات حاجة إلى إخراج المرارة أو تتطلب أنه أكو أمراض مثلاً تتطلب إخراج هذا العضو الموجود في جسم الإنسان؟ طبعاً أكيد. إحنا قلنا واحد من أمراض المرارة هو الحصو. حصى المرارة من طبعاً هي بها أنواع حصى المرارة. اللي يصير شنو هو يصير ترسبات صلبة بالمرارة فتسبب هاي الحصوات. ومن تشوفها هي حصوة يعني حقيقية. هاي الحصوات إذا تسبب التهاب المرارة ممكن هذا التهاب يكون حاد وممكن مزمن. فيرجع يتكرر التهاب كل فترة ويعاني المريض من الآلام والغثيان والقيء كل مرة. بين فترة وفترة. بين فترة وفترة. ممكن إنه تسبب مضاعفات مثل ما قلنا الخراج ممكن تنثقب. فطبعا إحنا أول سبب لرفع المرارة هو حصى المرارة. حصى المرارة طبعا بمشاكل مزعجة لأنه نباتي يصير قد حباية الرمل ممكن يكون أكبر.
بعض الأحيان هذه الحصوايات تعبر بالقناة الصفراوية وتسبب انسداد بالقناة الصفراوية، وهذا راح يسبب لنا مشكلة أكبر، لأن راح يسوي لنا أبو صفار أو اليرقان، وممكن راح يعاني المريض من أعراض أخرى، فراح تكون المشكلة أكبر. في هالحالة دكتورة شو ممكن نعالج هذه الأمراض بشكل عام بما يخص المرارة؟ طبعا هو اول شيء شلون نشخصها، نجي للتشخيص الدقيق للحاله اللي يعاني مع السونار يعني. اي اول شيء لازم تاخذين الهيستوري مال المريض، تاريخ المرضي للمريض، شنو اللي كان يعاني من عنده، عندهم عامل وراثي لان بيها عامل وراثي، لها علاقه بالوراثه، لها علاقه بالوراثه، تجي مثلا الام او الاخت هم عندهم مراره. العامل الوراثي ممكن انه ندز تحاليل مثلا نسبه الدم، يصير زياده بكريات الدم البيضاء بسبب الالتهاب اللي يصير بالمراره. بعدها نقدر انه ندز سونار، وهو طبعا هذا ابسط شيء اللي يبين لنا اذا اكو التهاب او اكو يعني حصوب المراره. وشلون نتجنب هذه الامراض يعني كمراره وكصحه عامه لهذا الموضوع، شلون نتجنب هذه الشغلات؟ طبعا عندنا اول شيء الاكل. هي لان تشتغل على هضم الدهون، فالدايت اللي اوفر بالدهون او الدهون المشبعه طبعا هذا اهم شيء لازم انه نتجنبه. نحاول انه ناكل هاي الخضروات والفواكه اللي تفلتر. هاي واحد. ثاني شيء مرضى السكري ممكن يعانون من المرارة، لازم يحافظ على نسبة السكر تكون دائما طبيعية او ويا الطبيعي. الرياضة، ممارسة الرياضة، لان كل ما تلعب رياضة انت هاي السموم اللي تكون تجمع بالمرارة طبعا تنفرز وتنطرح بالامعاء الدقيقة. همين اشرب المي اكو له دور؟ طبعا أو اكيد، هو احنا المي هذا احنا من ضمن الدايت، احنا نحكي عن الدايت، هو طبعا الدايت الهيلثي دايت ويا المي. لانه احنا دكتوره يمكن واحده من الشغلات اللي ما نهتم بيها، احنا دائما نركز على الاكل صح، بس ننسى كليا يعني سالفه المي. المي احنا دائما نشوف يقولون مي هو جزء اساسي ومهم جدا من صحه الانسان صح، مو بس لانه هو سبب يخلينا نكون يعني نعيش، بس هم لانه يصفي هواي دهون ويصفي السموم الموجوده، وهم يخلي يعني يخلي مرات الحصوات الصغيره انه تندفع صح وتنزل صح. فشرب المي شلون تنصحين به خلال طبعا خلال اليوم مثلا؟ صح، هو يعني كل حاجه، كل جسم الى حاجه معينه من المي، يعني اذا نشرب على الاقل لتر ونص الى لترين باليوم هذا كلش كافي، كل الزين، إذا زيد بعد أحسن. وكل جرأة واحدة لو مثلا؟ لا طبعا ماكو واحدة، بعد ما دائما بالحمام واحد ما يقدر يطلع، خصوصا مقبلين على الشتاء يعني بارد الجو مزعج. لا بس هو أن تشربه على دفعات، وأكو قسم من الناس ما يفضل ما يستسيغ المي، يقدر يضيف له أي يقدر يضيف له مي بالمنكهات، أي منكهات، أو حتى تقدرين تحطي له ليمون نعناع هاي السوالف تغير من طعم المي. صحيح دكتوره، عندك سؤال زين؟ زين، همنا احنا حكينا عن المشاكل اللي مفروض او من الممكن ان تصيب هذا الجزء المهم من جسم الانسان. طرق العلاج شلون تكون؟ هل تكون في اغلب الاوقات عن طريق الادويه، او ممكن ويا الوقت انه تعالج، او اكو عمليات جراحيه؟ العلاج حسب الحالة، يعني من تجيك أنت مريض عنده التهاب بالمرارة وتكون التهاب حاد، ذاك الوقت لازم تبلش تنطي انتبايتك، تنطي مسكنات، مانع غثيان لأن يصير عندهم العفو التقيؤ كلش هواية، تشوف إذا عنده حرارة أو لا، لأن عادة إذا أكو سخونة إحنا نقول أو حرارة هاي معناته أكو التهاب كلش قوي، هذا لازم يتعالج لأن ممكن يوصل إنه يهدد حياته بالخطر. تمام، ورا ما يطيب الالتهاب أو الأمور تمام ما عندك مشكلة، بذاك الوقت لازم إنه نشيل المرارة، خصوصا إذا كانت المرارة بها حصو، لأن هذا ما راح يتعالج و دائما ما تتعالج. يعني اذا ما تتعالج اكو قسم يسوون تفتيت للحصى، وطبعا هذا اكو بخطوره مثل ما قلنا انه يصير انسداد بالقناه الصفراويه. فالافضل هو من تكون المراره معتله انه تشيلها جراحيا.
زين دكتورة، في حال اشتدت الأعراض وإحنا بالمنزل، شنو الإجراءات الأولية ممكن الشخص يلجأ لها مثلا في حال مثل فد أعشاب أو مثلا مي دافي أو أي شيء ممكن يخفف لتقليل الآلام والأعراض حتى يتم نقل الشخص إلى المستشفى؟ هو طبعا من تلتهب المرارة ومن تصير الحالة الحادة ما يفيدها غير انه تنطين علاج ومسكنات. يعني هاي الشغلات الاعشاب وهاي السوالف ما راح تفيده، لان الالم راح يكون كلش قوي وراح يصاحبه قلتلك غثيان وتقيؤ، وما يعني ما راح يفيده اذا ما تنطيه علاجات وتنقليه للمستشفى، حتى اذا مو مستشفى فعلى الاقل انه يشوفه طبيب مختص. طبعا اليوم نشكرك دكتورة زهراء أحمد، اختصاصية جراحة عامة، على هاي المعلومات القيمة والمفيدة. دائما نستمتع بوجودك ويانا كل فترة. نورتينا وشكرا لتواجدك دكتورة. شكرا جزيلا زهراء. اكيد نذكركم تاميلا اليوم مكان اليوم زهراء مبين كلش، وتاميلا اكيد ويانا. تحياتنا لزهراء مكانها خالي. نذكر بالهاشتاج مره ثانيه اللي هو السؤال التفاعلي هالمره. زين انت اقرا تعليق. اوكي، هل تؤيد مقوله نوما هنيئا لاطفالكم عند دعوتكم لحضور مناسبة محددة؟ طبعا أحمد دا يقول أني أفضل ما أصحب أولادي للحفلة لأنه دائما يكون المصدر إزعاج إلي وأيضا لأهل الدعوة. إحنا همنا بس ما نركز على سالفة أنه يكونون إزعاج، إحنا همنا نريد نذكركم أنه صحة يعني الأطفال همنا تكون بيئة آمنة، وخاصة تعرفين تعملها هسه أكو يعني وباء كورونا، إحنا صح على أبواب الشتاء، فممكن همنا الأطفال يكونون يعني يلتقطون الفيروس. طبعا دراسات حديثة أكدت أنه الأطفال أيضا هم معرضين للإصابة، واللقاحات ما عدا ما يعني تم تأكيدها صح، ما عدا 12 عام فما فوق، فالصغار بعدهم ما يعني مؤهلين ياخذون اللقاح. وهسه ننتقل الى استديوهات دبي ويانا ميسر. ولا صباح الخير تاميلا. صباح الخير زين. صباح الخير ميسر. يسعد لي صباحكم. زين، حبيت النقطه اللي قلتها قبل شوي انه مو بالضروره بس يكونون ازعاج الاطفال، انه همنا لصحتهم وهم لوقت النوم لازم ننتبه عليهم، انه هاي نقطه جدا مهمه ذكرتوها. انتم شنو رايكم؟ بالفعل يعني هي احنا راينا طبعا احنا مو هو يعني انا ما عندي اطفال وبالبيت همينه ماكو اطفال ما عدا كلبي هو الطفلي، بس بصوره عامه نظرتي للاطفال هو نفس الموضوع. يعني احترم اذا اكو طفل جواري، وفي حال بالمناسبات طبعا راح انزعج واحس اكو احراج للاهل من يكون اكو اطفال، في حال الاطفال المطيعين اللي الأهل ممكن يكونون نوعا ما يسيطرون عليهم، بس بكل الأحوال الطفل إلى يعني حتى لو أنا كنت يعني غريبة عن الطفل لازم يعني أحكي وياه بطريقة هادئة، ممكن أحول هاي طاقته أو محاولته أنه يجذب الانتباه ويسوي هوسة أنه إلى شيء إيجابي ألهيب شيء. بس بصورة عامة يفضل يا أما نستأذن المضيف من ناخذ الطفل ويانا في حال ما عندنا أي حل نبقي الطفل بأي مكان، أو لا نلقى شخص صديق قريب ونبقي الأطفال يمهم. طبعا تاملة احنا راح نتحدث أكثر ويا ضيفتنا الدكتورة روعة، راح تعلمنا شلون نتعامل ويا الأطفال، وبنفس الوقت همينة شلون احنا نتصرف إذا أكو أشخاص أو أكو أطفال دي يحاولون يسببون إزعاج حوالينا. هذا الموضوع كلش مهم واحنا متحمسين حتى نعرف اكثر وياكم الجو. شكرا تاميلا. شكرا زين. نرجع نذكركم مشاهدينا على سؤال تفاعلي حلقه اليوم، هل تؤيد مقوله نوما هنيئا لاطفالكم عند حضور المناسبات؟ من خلال الكيو ار كود باسفل الشاشه ممكن تشاركونا بتعليقاتكم على صفحه الانستغرام على طول، ما عليكم الا تحطون كاميرا التليفون وتصورون الكيو ار كود اللي طالع عند رولا. طبعا ميس مثل ما شفنا هواي تعليقات، الناس هواي حبت الموضوع وتفاعلت وياه. بعض الاشخاص قالوا انه حلو انه الاهل يكونون واعين كفايه، اذا جبت طفل واحد اوكي، اذا جبت الطفلين هذا من الذوق العام انه تسال صاحب الاحتفال او المناسبه، بس اذا جايب سبعه اطفال والناس حاولين فريق فوتبول يحاولون يحتفلون، ما اتصور هي بيئه مناسبه للطفل بنفس الوقت، والله صحيح؟ صح ولا اظن كل مناسبه ويعني يكون
مكانه للاطفال او مو للاطفال، هم الطفل يضوج، يعني اذا الواحد يروح قعده عشاء بيكون متاخر ويا بس الكبار بالعمر، الطفل راح يفتهم صحيح اذا حتى لو كان بوحده او لو كان بيها اطفال 4 5، يعني البيئه ما تسمح، لا اكو مكان للالعاب للاطفال، لا اكو مكان يتونسون به، فهذه امور لازم الواحد يفكر بها عند حضوره للمناسبات انه شنو نوع المناسبه. طبعا تعليقاتكم احنا كلنا ننتظرها. بعض الاهل انا لاحظت حتى من تكتبين اني على البطاقه انه عدم استحاب الاطفال تشوفين الطفل نايم على الكرسي واكو صح. حفله صايره ورا، يعني اتصور ما اتصور هاي بيئه جدا صحيه للطفل، بالاخص نومته صحته حتى نومته ما تكون صحيه، فلازم نركز شويه على هالموضوع حتى لو الاشخاص سمحوا لنا انه نجيب اطفالنا، فكروا باطفالكم اولا. اكيد طبعا أكيد. ومن هذا الموضوع احنا عندنا اخبار منوعه ويا سمراء. صباح الخير. يسعد صباحكم بكل خير. صباح الخير سمراء، مستعدين احنا لاخبارك. صباح الخير مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه الوقفة الأولى مع هذا الموجز الإخباري من قناة الشرقية. ومن صباح الشرقية، أطلق البنك المركزي الأوروبي عملة يورو تحمل صورة الملك العراقي فيصل الأول، ووضع البنك الأوروبي صورة الملك العراقي على عملة اليورو الصفرية، وهي ورقة نقدية تذكارية لا تحمل قيمة شرائية للتداول، بعد أن كان وضع صورا سابقة لماركس وكارل ماركس وماو تسي تونغ ولينين والشيخ زايد وقادة وملوك آخرين. ذكرت صحيفة ديلي ميل نقلا عن خبراء جمعية الزهايمر العلمية الخيرية أن تعاطي الخمور قد يسبب الإصابة بداء الخرف الكحولية، وأوضح أطباء الجمعية أن المشروبات الكحولية تؤثر سلبا على عملية استيعاب جسم الإنسان للثيامين فيتامين B1 المسؤول عن نشاط الدماغ. قال طبيب العيون سيرغي خومياكوف إن الناس بصورة عامة يقضون بشكل متوسط أمام الكمبيوتر من 6 إلى 7 ساعات في اليوم، وأضاف أنه حتى لا يتضرر البصر يجب الجلوس خلال ذلك على بعد 50 إلى 60 سنتيمتر من الشاشة. أكد مدير مركزي جماليا الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر جينسبورغ أن 300 وحدة من الأجسام المضادة كفيلة بالوقاية التامة من دلتا متحور كورونا، وأضاف أنه وجد أن 300 وحدة من الأجسام المضادة تحمي تماما من متحور دلتا. فازت امرأة تبلغ من العمر 25 عاما وتعيش في سيدني بالجائزة الكبرى البالغة $1,000,000 في حملة تطعيم في البلاد مليون دولار فاكس، وكانت السيدة جوان تشو واحدة من حوالي 300,000,000 أسترالي يتنافسون للفوز بالجائزة النقدية لتلقيهم لقاحات كوفيد-19. نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا وثق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو يصيب طفلا على رأسه بكرة بيسبول دون عمد، وأظهر الفيديو في بدايته ترامب جالسا مع زوجته ميلانيا خلال متابعتهما مباراة بيسبول بين فريق أتلانتا بريفز وهيوستن أستروس في أتلانتا بولاية جورجيا ضمن بطولة العالم للبيسبول والتي أقيمت الأسبوع الماضي. عثرت مجموعة من الغواصين في مصر على حيوان عروس بحر المهددة بخطر الانقراض نافقة أمام شواطئ منطقة خليج أبو سومة شمال مدينة سفاجة بالبحر الأحمر، وقالت إحدى مرشدات الغوص شيماء محسن إنه أثناء العودة من رحلة غوص فوجئنا بالعثور على عروس بحر طافية على المياه ونافقة حيث يبلغ طولها نحو 3 أمتار مرجعة سبب نفوقها إلى اصطدام أحد المراكب السريعة بها منذ عدة أيام وجرفتها الأمواج بالقرب من الشاطئ. ونختم بهذا الخبر، إذ أعلنت وكالة ناسا الأمريكية أنها تعمل على مشروع جديد لمراقبة طقس الأرض عبر الفضاء، وخلال اجتماع مع خبراء ناسا قال مدير الوكالة بيل نيلسون إنه يسعده أن يعلن عن المشروع الجديد للوكالة والذي سيحمل اسم البحث في تحديثات الحمل الحرارية.
بهذا نصل إلى ختام هذا الموجز، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الشرقية مع رولا وميسي ليكوما. شكرا سمراء على الأخبار المنوعة وكل تطور إذا لاحظتي. لاحظت. تطور وناسا والمشاريع الجديدة اللي راح توصل وراح تجي. إنه ما شاء الله يعني إحنا بهذا الزمن أقول إحنا محظوظين إن إحنا عايشين بهذا الزمن حتى نشوف إنه كل المشاريع الجديدة اللي قاعد تصير. شكرا سمراء على الأخبار. يومكم سعيد. طبعا مستمرين وياكم مشاهدينا، سؤال حلقتنا التفاعلي، هل تفضل انه تاخذ اطفالك الى الحفلات والمناسبات في حال انه حطوا الناس عدم اصطحاب الاطفال؟ طبعا هواي تعليقات جذبتنا، ومن اهم التعليقات اللي جذبتني صراحه اذا شخص كاتب اتصور اسمه اسامه، اذا كان المكان يدعم حضور الاطفال اي نعم، واذا لم يكن فما اخذ الاطفال. يقصد هنا انه دعم الاطفال، انه الاشخاص اللي مسوين الحفل مخصصين اماكن للطفل من الممكن انه يلعب ويتونس بها، بنفس الوقت الاهل هم يعني يتونسون ومستمتعين بالحفله. صحيح. فاذا كان الاشخاص مفريدكم هذا الاوبشن، ليش لا؟ روحوا واخذوا اطفالكم الحفله. اكو تعليق ثاني مكتوب، حسب المكان اللي نروح له مرات يتطلب ما ناخذهم لانه يسوون مصايب. وصحيح، لان الطفل حسب التربيه وحسب انه شلون معلمين الطفل يتعامل في اماكن عامه وحتى في المنزل، فالتربيه دور جدا مهم عند الاهل، انه شلون الواحد يقدر يتحكم باطفاله في الاماكن العامه، بالذات انه الطفل مو جدا سهل انه اذا كان عددهم هوايه مثل ما قالت رولا قبل شوي، واحد طلع سبعه وياه، انه يتحكمون بيهم ويهدوهم، لان الطفل من طبيعته يكون حرك ويكون من النوع اللي يريد يتحرك ويريد فضولي ويريد يشوف اشياء. فمن خلال هذا الموضوع اكيد راح نتطرق له ويا الدكتوره راح تكون ضيفتنا لليوم حتى نقدر نجاوب على هذه الاسئله، انه شنو نقدر نسوي بهذول الاطفال. ميس علي لفتني تعليق همينه، بعض الاشخاص يقولون احنا حتى بالمناسبات العاديه بالبيت دائما اخصص غرفه للاطفال واوفر لهم الالعاب حتى لو ما عندي اطفال، ولكن على مود اقلل نسبه الازعاج بالنسبه لنا ككبار. هذا ازعاج، ولكن هم هي طبيعتهم بطريقه مثل ما قالت ميس، نشاطهم هم بطبيعتهم حركين. ولكن من هذا الموضوع احنا حننتقل الى النحت، هو واحد من اعرق واقدم الفنون في العالم، وتقريرنا لليوم حنتعرف اكثر على هذا الفن المميز مع الفنان ورئيس قسم النحت الدكتور ايهاب. خلينا نتابع التقرير التالي ونرجع لكم. صباح الخير والعافية عليكم مشاهدينا، يا رب يكون صباحكم حلو. طبعا اليوم حبينا نبدي صباحنا ويا فن من الفنون القديمة والمعروفة جدا، وهو فن النحت. فاليوم راح نروح احنا وياكم ويا دكتور إيهاب. صباح الخير دكتور. اهلا وسهلا، شرفتونا. طبعا استاذ إيهاب هو فنان وايضا رئيس فرع قسم النحت، فاليوم حبينا نتعرف على هذا الفن اكثر ويا حضر. اهلا وسهلا بكم وشرفتونا. حقيقة انا دائما اتعامل مع البوتري كمادة محببة إلى نفسي، يعني أقوم بهذه الأعمال حتى في كلية، يعني حتى في كلية وكأستاذ أكاديمي أيضا. ما أحب أكون فقط على قولتنا إحنا بدينا اللقاء بالتقليدي، أكون دائما أتجدد مع الطلاب، أمارس الأعمال وياهم حتى في النحت. ومن ضمن هذه النشاطات اللي أقوم بها أن أقوم بأعمال نحت أمام الطلاب، وهو شيء يعود إلي كمنجز فني. زين دكتور، أريد تحكي لي على شوية عن تطور فن النحت، شنو اللي تطور بهذا المجال؟ طبعا هو هنالك تحولات في الأساليب، في وسائل العرض كثير يعني، وتعرفين اللي الهزة. شفنا أكو تطور بكل الفنون، يعني سواء بالرسم بالخزف أكو فالتطور، أكو لمسات حديثة. هل هذا الشيء أنه دخل على النحت أيضا لو بعده محافظ أنه على نمطيته نفسه؟ لا، هو احنا قلت لك احنا نرجع للستينات، هنالك رواد، اجى جيل السبعينات ومن ثم جيل الثمانينات والتسعينات الى يومنا هذا. وطبعا هو في كل جيل هنالك تطور، تحولات في الاساليب والاتجاهات الفنيه. عندنا هويه في العراق، عندنا هويه نعتز بها، ارثنا مو قليل، حضاره وادي الرافدين معروفه على مستوى العالم، مو فقط على المستوى العربي. زين دكتور، انت شلون دا تشوف اليوم فن النحت؟ يعني هل نقول انه نحت بايدي امينه، بما انه انت يعني رئيس فرع، شلون تقيم انه شغل الطلاب؟ اكو تطور لهذا الفن؟
احنا نقول كل شيء بامان. احنا اشكاليتنا ترى في العراق عندنا امكانيات وطاقات كبيره، يعني ليس على مستوى ارجع على المستوى العربي وانما عالمي. الاشكاليه اللي عندنا هي اشكاليه بيئه مناسبه تحتضن الاجيال. الاجيال الان شنو اللي موقفها؟ عندنا امكانيات، انا طلاب في كل سنه يعني اخرج من تحت ايدي فنانين، مو فقط على مستوى، ما اقول لك كطالب مبتدئ، لا، يعني كل الحرف اللي يمتلكها الفنان وكل الطاقات اللي هي تأهله أن يكون فنان هي موجودة فيه. لكن وين ينصدم؟ ينصدم بالبيئة اللي المفروض تحتويه من خلال نشاطات فنية، من خلال دعم مادي يخليه يعني يتوج نشاطه. كل فنان اسلوبه الخاص اللي يتعامل به، وكل شيء متاح له من حيث الخامات ومن حيث الاساليب. يعني احنا اذا نريد نرجع للخامات، هي كل خام انه حر يشتغل باي خامه ممكن هو يحب، كل شيء حر. يعني جتي يعني تجديدات في الخامه من حيث تعامله مع حتى الخرده، الاعمال اللي هسه نشوفها التجميعيه وغيرها من مسائل الخرده، يعني بالاعمال هاي الحديد والتجميعات وغيرها، تركيبات كلها اتاحت للفنان ان يستعمل اي خامات يعني متاحه له. قبل كانت هي نقول احنا خامات تقليديه يعني محدوده، اللي هي الرخام، البرونز، الخشب، هذني ما عاد يعني تلبي طموحات الفنان، تلبي طموحات المتلقي اصلا. يعني المتلقي يحتاج الى التجديد، ان يعني يشوف اكثر، يشوف يعني اشياء جديده وغريبه. فكل شيء حتى الان اصبح من ضمن التوجهات ما بعد حداثه والمعاصره، اي شيء غريب هو يدخل الى عالم الفن ويصبح شيء ابداعي. طبعا هذه الآن أمامك عمل من طين، لكن بعد هاي المرحلة يحتاج مثلا إذا صب برونز الآن هذا العمل بهذا الحجم يكلف مو أقل من 6 ملايين إذا كان مصبوب برونز. طبعا هاي الأعمال كلها ضايفة جمالية للحديقة. نعم طبعا اختيار المكان ضروري جدا. يعني من أنا أجي أتكلم أول درس أو أول محاضرة ويا الطالب، لازم أفهمه أنه العمل الفني هو مو فقط منجز ويوضع في غرفة مثلا، لا، أنت عندك مشروع حيوضع في مكان البيئة المناسبة إليه. فمنذ البداية ومنذ التخطيطات الأولية هو في مخيلة شنو لازم يكون المكان المناسب إليه. يعني عندنا مثلا هذا العمل مبين بي أنه أكفت فكرة حلوة. هذا لطالب أحد طلابي طبعا المميزين، يمثل الزمن. يعني لو نلاحظ هنا هو نفس الشخص تكرر 3 مرات، إنما ديتلاشة. وهو هذا يعني تعرفين أنتوا الماضي والحاضر والمستقبل. طبعا هي هذه إذا نريد إحنا شوية نتعمق بيها، نعم إيه بالضبط، اللي هو ثابت الآن أمامك. بعدين لتلاحظين أنه هنالك مستقبل قد هو غير يعني مبهم للإنسان. بعدة مفاهيم فلسفية أيضا. هسه إحنا لو نلاحظ هنالك عشق للماضي. زين دكتور، شنو شعورك من تشوف أعمال طلابك؟ إنه أنت خرجت هيك طلاب بهذه الإمكانيات؟ أحس بالفخر، لأن أولا هذه يعني أنا سعيد بي مرتين مرة تخصني إنه أنا أنجزت شيء، قدمت شيء لهذا البلد. والسعادة الأخرى إنه راح يبقى الفن مستمر بهذه الطاقات والأجيال المستقبلية. طبعا دكتور نتمنى لك كل توفيق لك ولطلابك، وشكرا جزيلا على هالمعلومات الحلوة. شكرا جزيلا وشرفتونا، أنا أشكركم.
طبعا مثل ما شفتوا هذه الاعمال الحلوه كلش استمتعنا بها اليوم، وكانت جوله فنيه بحته نقدر نقول. كلش انا استمتعت شخصيا، استمتعت بهذه الاجواء وبهذه الاعمال. حلو من نشوف انه الفن بامان ومحافظ على اصالته، واكو عندنا هيجي ناس تشتغل هذا الشغل الحلو. فان شاء الله تكون الجوله نالت اعجابكم. حنرجع للاستوديو. شكرا تبارك على هذا التقرير الجميل، فعلا نال اعجابنا واكيد نال اعجاب المشاهدين همينا، لان الفن اكثر من رائع. ومثل ما رولا ذكرت في تقديم التقرير انه من اقدم واجمل الفن هو فن النحت. صحيح. هسه من هذا الفن راح ننتقل الى فن اخر، وهو فن انه شلون نقدر نتعامل ويا الاطفال اللي مسببين لنا ازعاج. احنا لانه ما عندنا اطفال يمكن فننزعج. فموضوع حلقتنا لليوم كان هل تفضل الخروج في العزومات والمناسبات بدون الاطفال، وشنو هو التصرف ويا الاطفال الغير هادئين عند زيارتهم في المنزل. انضمت لنا خبيره في العلاج النفسي والارشاد التربوي دكتوره روعه المشرف. صباح الخير. اهلين، يا صباح النور، يا اهلين، نورتي سهلين. صباح الشرقيه، تسلمي، شكرا. موضوعنا اليوم موضوع مهم، لان موضوع يتطبق على الاهالي ويتطبق على الناس اللي هم ما عندهم اطفال. أوكي. فشون الواحد يقدر يتعامل مع الطفل، نقدر نقول في البيئه الخارجيه في المناسبات العامه، لما يكون حرك ويكون نوتي، شلون نقدر نهديه للطفل؟ حلو، بسم الله الرحمن الرحيم. عن جد حلو هذا هالسؤال، كثير كثير. لا انت عم تحكيني عن جد، اوحيتي لي ذكرتيني بامراه جت لعندي وعم تسالني، قالت لي بتعرفي انه انا مره كنت رايحه زياره انا وجوزي لعند رفيقتي، بدنا نعمل يعني قعده مع بعض ومعها ابنها اللي عمره 6 سنين. قبل ما تفوت قالت له شوف هلا بدك تقعد جنبي، ما بتتحرك من قدامي، بدك اي شغله بتطلبها مني، تضيفونا اي شغله انا بعطيك بايدي. وقعدت تعطي التعليمات والتوجيهات قبل ما تدخل على المكان. عم فاتت على المكان قالت لي يا دكتوره كاني انا قلت له اعمل هالشغلات ونحن بالقعده. فقالت لي كانه انا نبهته، انا صرت اضحك. قال لي عم تضحكي؟ قلت لها لانه انت بدون ما تشعري اعطيتيه نقاط ضعفك قبل ما تدخلي على المكان، وخاصة إذا كنتي أنتي ما عم تتعاملي بالطريقة الصحيحة معه بالمنزل ولا بالأسلوب الراقي، فهو صار مثل عقله الباطن. على فكرة عقله الباطن مو الواعي، صار أنا هلأ عرفت شو نقاط ضعفك، هلأ جا دوري لأنتقم منك بشكل لا شعوري بقعدتك وزيارتك مع رفقاتك. طلع عذاب يعني. هذا مو عذاب، هذا بيخلينا نحن ننتبه ونوعى وندعب، لانه نحن لما بنكون يعني انا بتصور انه كل ام وكل اب لازم يكونوا واعيين ويدركوا، خاصه اذا كانوا عم يستنوا مولود جديد، انه هذا مسؤوليه كبيره. صح. يعني هذا هالطفل هو ليش مسؤوليه كبيره؟ لانه انا من خلاله حيجي جيل جديد. صحيح. رح يتجوز ورح يصير له اولاد، واولاده حيتجوزوا وحيصير له احفاد، حيجي من وراه جيل جديد. صحيح. فانا اذا ما احسنت التصرف معه بالشكل الصحيح، فاكيد هذا هالجيل حيكون نتائج وتبعات. صحيح. التصرف غير الصحيح. طيب دكتوره، انت ذكرتي شغله كلش مهمه، ذكرتي انه اني مدى اعامله بطريقه صحيحه بالمنزل، وقبل ما اطلع ده اقول له لا تسوي 1 2 3. هو تكنيكلي عقله دا يسوي عكس الشيء، بس انا بالفعل انا ما بدربته. الطفل يتدرب 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 على حركاتنا على تصرفاتنا، هو بالنسبه لنا اسفنجه. ولكن شلون نتعامل ويا الاشخاص اللي ويا الاطفال اللي بس نطلع للبيت يشوفون شغله يبلشون يبكون الا يحصلون عليها، يبقون يلحون. اكو اطفال انا شايفه صراحه بالارض، يظل يبكي بالارض لحد ما والدته تلبي رغبته. زين شو تصرف الام بهالحاله؟ يا عيني عليكي. هلا هذا انا في عندي شغلتين بدي اقول لك اياهم. هلا هذا هالطفل هالام يلي هلا انا قلت لك عليها انه راحت وعم بتزور رفيقتها، لما هي بتكون ما لم جهزته مسبقا بالبيت، يعني بالاسلوب الراقي. كيف يعني؟ يعني انا لما انا بيقوم بسلوك غير جيد وغير وسلوك سلبي وتصرف سلبي، فانا كأم بالبيت لسه ما معي حدا، انا كأم بالبيت
ما لا أملك المعلومة ولا أملك المهارة لكيفية أني أتعامل مع هذا التصرف السلبي، فبلجأ له بصير يا بضربه يا بخانقه يا بصرخ عليه يا بشتمه يا بعاقبه يا بحرمه. فكل هالأساليب الغير الراقية اللي أنا بتصرفها فيه معه بالبيت، فصارت أنا جهزته بشكل مسبق بطريقة وأسلوب غير راقي. فتخيلي تجي هاي الأم بدها تجي وهي موجودة بزيارتها أو موجودة بالمكان العام وقام بهذا التصرف السلبي، هل حيمشي معه حبيبي وروحي وحياتي؟ اي بس دكتورة لكمل لك الفقرة، وحيمشي معه هذا الأمر؟ لا، لأنه هو مجهز من الأساس صحيح. بطريقة غير راقية. هاي نرجع للتربية. وانت ما حتحسني تصرخي وتعيطي عليه وتضربيه وتتبعي الأسلوب يلي هو عم يقوله. لكن نحن ممكن نحن هلا بالنسبه لسؤال رفيقتك انه هلا مثلا شاف امر معين وصار يبكي هو بده اياه صح. طيب انا كمربي ومربي عندي هالمعلومات الصحيحه لكيفيه التصرف مع ابني، اذا كان في ولد عمره 6 شهور وهذا هالطفل هالبيبي راح العفو عمل على حاله بالبامبرز، انت حتصرخي عليه؟ لا. رح تضربيه؟ رح تخانقيه؟ حتقولي له ليش عملت هيك؟ ليه؟ ما حتى تقومي بهالتصرف، ليه؟ لأنه أنت عندك المعلومات بأنه هذا هالطفل غير مدرك، غير ناضج، لسه مسامته ما قويت، فوضع بس طبيعي. بس دكتورة اسمحي لي، يعني هو هذا لأنه الموضوع مطول، إذا هذه نتكلم عنه أنه شلون الواحد يتخطى، فإحنا نريد الخطوات البسيطة، لأنه الطفل له أعمار، فالتربية لما ناخذها من سن الولادة وشون ينضج الطفل وشون نربيه في ضمن هذه التربية يصير عنده كاركتر أو شخصية تتكون. الشخصية هذه تكون ممكن من انعكاس الأهل وممكن هم يكون من انعكاس المدرسين في الحضانة ولا في المدرسة ولا في الأطفال اللي حواليه. اللي ذكرت رولا هي صفة العناد، لما تكون مثلا الأم مرباية بطريقة صحيحة ومثل ما أنت ذكرتي الطريقة اللي من غير ضرب من غير في تفاهم بالمنزل، ولكن يصير عنده صفة العناد أنه يريد يشتري شغلة معينة وما راح، يعني وهاي مشكلة بالغصب، يعني بالغصب بالإجبار بالغصب. واية من الأهالي تواجه هاي المشكلة، ممكن تكون حبة شوكولات، ممكن تكون لعبة. ففي هذا الموقف، يعني نتكلم بس في هذا الموقف، شو التصرف الصحيح من الأم أو الأب مع هذا الطفل حتى أولا يكسرون العناد اللي عند الطفل وبنفس الوقت ما يزرعون بعقدة نفسية؟ طيب حلو 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 كتير سؤالك. إذا لقيتي هذا الطفل متعلق بأمر معين، تمام، أنت شو قلتي لي إنه شو الطريقة الصحيحة لحتى نحن نكسر هالعناد؟ ونحن شو قلنا قبل بشوي؟ أن أنا لما بيكون عندي المعلومات الصحيحة فأنا بنظر لتصرف ابني أنه هو وضع طبيعي. أما إذا أنا ما كان عندي هالمعلومات فبنظر لتصرفه على أنه وضعه غير طبيعي. يعني بمجرد ما قلتي لي، مو بس أنت، أغلب الأهالي والناس والعالم بيقولوا لك طفلي عنيد. نحن لما بنكون عم نعمل بحث علمي أو في فقرة كاملة بيقولوا لهم حطوا التعريف، كل مصطلح أنتوا عم تستخدموه بالبحث، ليش؟ اسمه بالتمام، شو يعني هذا هالمصطلح؟ لأنه معنى هذا هالمصطلح لحاله بيلعب دور وبيغير كل مجريات البحث. وهذا شيء أصقتيه على نفس الشيء، لما أنا بقول طفل عنيد، طب شو معنى العناد؟ يعني نحن هلأ إذا بدنا بس ناخذ مصطلح كلمة الطفل العنيد، بتلاقي عملنا بحث كامل وجدنا أنه نحن بنرجع للسورس، المصدر الأساسي موجود بس بثلاث أماكن بالقرآن، موجود على أنه لم يجعلني جبارا عنيدا، أدخل في جهنم كل جبار عنيد. زين دكتورة بس شو الحل؟ هي لقلك هذا هالكلام. فالقصد أنه العنيد هو الذي يخالف أوامر الله بعد أن يفهمها ولا ينفذها. هل الطفل لسه عارف أوامر الله وفهمها؟ فلما أنا بمجرد ما أطلق عليه أنه هو طفل عنيد، يعني أنا، يعني أنت يا طفل عرفت شو أوامر الله وأنت
عم تقوم بعكسها، فهذا هالامر يطبق على الاقليه. يعني بس لنكمل لك حتى كمل السؤال، لانه بدي اوصل هو لانه بس عندنا الوقت مختصر. ايوه عليه. اوكي احنا بس نريد الطريقه. اول شيء المصطلح دغري انت طلبتي من عقلك الباطن الملف يلي بيخلي انا رده فعلي انه انا هذا المصطلح هو عنيد، فانا كيف لازم تكون رده فعلي؟ إذا ما كان عندي المعلومات الصحيحة حأرجع لتجاربي السابقة مع أهلي، مع القرايبين، مع التلفزيون، مع الروافد الأخرى اللي إجت لعندي، ولأتبع طريقتهم لحد إذا في حال أنا كان ما عندي المعلومات الصحيحة. يعني تقصدين دكتورة أنه الطفل هو مدى يعاندني بطريقة مباشرة لأنه هو ما فاهم اللي دي يصير، هو ما من أنه عنيد، هو متمسك برأيه وهي سمة إيجابية. فأنا كأم لحتى أول خطوة بدك تقومي فيها إنه ما بدك، بدك تكوني هادية وما تغضبي حتى ما يأثر غضبك على ردة فعلك مع تصرف ابنك. بس أنا إمتى بكون هادية؟ لما أنا بيكون عندي هالمعلومة، بعرف إنه هو عنده سمة إيجابية. إيه بس دكتورة اسمحي لي، هي عم لك الخطوات، وصلنا لنهاية لك الخطوات. إيه بس وصلنا لنهاية الوقت، هاي المشكلة. إذا نريد شوية نختصر للمشاهدين، النقطة الأولى في عندنا ناس يضربون، في عندنا ناس يحرمون حتى يكسرون هذا التصرف، إذا رح نسميه ما نسميه عنا التصرف اللي لا يليق للأهل ولا يليق إنه مو كل مرة يطلع الطفل يشتري شغلة أو يروح على مثل ما ذكرت بيت أحد لعبة الناس اللي موجودة هناك. الضرب إحنا أكيد لا، هل الحرمان يضبط؟ ليش بس الضرب؟ كل شيء أسهم طائشة تصيب اسمها السهم طائش يصيب الولد، الضرب، الصراخ، اللوم، شو النقد، الحرمان، العقاب، هي اللي عم اقول لك اياها انه نحن اول شغله. بس دكتوره شنو هي الطريقه الصحيحه؟ رح اعطيكي مثال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان واقف على المنبر عم يخطب بخطبه الجمعه، متخيله بخطبه الجمعه، لما شاف ولد عم يبكي بالجامع، نزل من المنبر، اخذ الولد وصار يداعبه ويحاكي بكل لطافه وحمله ورجع على المنبر وهو محتضنه، متخيله عم يقوم بخطبه التحجين على الرسول. فاول شغله لازم نحن نكون هادين، يكون عندنا المعلومات الصحيحه لكيفيه التعامل مع هذا الطفل. اهم شغله انه نحن نتحاور معه كشخص كبير في جسم صغير، هي هذه النقطه اللي نريد نوصلها. طيب الهدوء والمحاوره بشكل عام، انت ذكرتي انه قلتي الرسول اخذ وحاجة عليه الصلاه والسلام، بس الفكره انه الاشخاص اللي حوالينا، انا كشخص اما كان عام شفت ام ويا ابنها وابنها بهذا السين اللي موجود هو بالاراضي وديبتشي وديصرخ، أنا بالنسبة لي شون هل أروح أقدم لها المساعدة أدعمها ولا أبلش أنه يعني أنا مزعوجة من المكان هذا، مكان عام المفروض أنه مثلا الطفل يدخل بي، شون حيكون تصرفي؟ هلأ حسب المكان العام، أول شيء أم نحن ما بدنا ننزعج، إذا عندنا نحن معلومات الصحيحة ما بنزعج، بالعكس بعرف أنه هذا طفل ولسه هلأ عم يبدأ أنه ينضبط سلوكه ويتعلم ويعرف كيف يتصرف التصرف الصحيح. ثاني شيء أنا بتطلع على هالأم وبشوفها كيف عم تتصرف مع ابنها، إذا لقيت تصرفها بالشكل الصحيح والمناسب اللي يساعد على ضبط سلوك هذا الطفل بطريقة ما تشوه الطفل، ونحاول نعمله بالقالب اللي يناسب المجتمع، لأنه في كتير أهالي شو بيقولوا لك يس سود وشي قدام العالم، هلا شو عم يحكوا عني العالم، انا ما عم بعرف ربي ابني بالطريقه الصحيحه، حطيت دغري صوره المجتمع وكلام الناس وانه شو بدهم يقولوا علي، وما حطيت بحسابه وبفكره انه انا هذا امانه بين ايدي وانا لازم علمه التصرف الصحيح ولازم اتصرف معه بكل هدوء واعرف المعلومات الصحيحه. صحيح. دكتوره روعة المشرف شكرا لتواجد ويانا اليوم في صباح الشرقيه وعلى المعلومات القيمه هذه. مشاهدينا مثل ما شفتوا باللقاء أنه جداً مهم الأهل الأم والأب وحتى الناس اللي ما عندهم أطفال أنه يتعلمون برمجة الطفل والتربية وشو هي الطرق الصحيحة، فالعلم هو نور ويفضل أنه من خلال هذا العلم تتبعون الطريقة الصحيحة حتى تتفادون هذه المشاكل، أو إذا حطيتوا في هذا الوضع تعرفون بالضبط شلون تتصرفون وياه. وميز بنفس الوقت مو بس كأم وأب، كأشخاص حوالينا إحنا حوالينا أطفال، إذا شفنا حدث أو إزعاج بأماكن عامة بالطيارة بالسوق بأي مكان نحاول أنه ما نبين إنزعاجنا، لأنه الأم والأب أيضا باذلين جهد ودي يحاولون يتواصلون والطفل، وإذا عندكم القدرة أنه تروحون توفرون المساعدة للأم والأب راح يكون كلش هذا شيء حلو من عندكم. طبعا خلصت فقراتنا لليوم وراح ننتقل لزين وتاملا من أربيل. شكرا لكم رولا وميس على تقاريركم الحلوه وعلى موضوعكم الحلو يا دكتوره. طبعا احنا دائما نذكر نقول صحه الاطفال
هي اهم شيء يمنا، مو بس احنا نفكر بجانب خلينا نقول الاهل ما راح يتونسون او راح يكون اكو هوسه داخل الحفله، لكن همنا الجانب الاساسي همنا من هذا الشيء هو راح يكون انه احنا نهتم باطفالنا ونامن لهم بيئه مناسبه. فشكرا لكم رولا وميس على تقاريركم الحلوه جدا من دبي. مشاهدينا نذكركم بسؤالنا التفاعلي لحلقه هذا اليوم، حابين همنا نسمع من عندكم ومواقف اللي صايره وياكم اذا انتم تلقيتوا دعوه يكون بها هاي العباره، شلون راح يكون رده فعلكم او شلون راح تكون رده فعلكم، وهل راح تفكرون بالجانب الايجابي همين لو فقط راح تركزوا انه اطفال ما راح يكونون ويانا، وين راح نروح، شلون راح نخليهم. فنريد نسمع من عندكم نسمع ارائكم. ميساء تقول اني اتفهم وهمين هذا الشيء هو صحي مثل ما قلتوا لاطفالنا. حلو حلو، اليوم احنا همين نفتهم هذا الشيء انه بجانب انه اطفالنا راح يكونون بالبيت احنا راح نداريهم وراح نهتم بصحتهم. اليوم ويانا فقره منوعه والخبر المنوع، لكن هالمره ويا تاميلا. تاميلا شنو هو الخبر؟ الخبر كلش مميز صراحه، مثير للاهتمام ويمكن الاكثريه ما يعرفون به، بس اليوم هني راح اقرا راح نتعرف عليه ممكن نستفيد منه ايضا. قالت صحيفة صينية أنه من المتوقع أن يكون متوسط أعمار سكان هونغ كونغ أكبر من متوسط أعمار البشر في أي مكان آخر في العالم. هناك العديد من العوامل التي تساهم في زيادة متوسط أعمار الناس في هونغ كونغ، واللي أبرزها الانتعاش الاقتصادي والرفاهية المجتمعية، وإضافة إلى الإجراءات الحكومية الصارمة لمكافحة التدخين. وتقول الصحيفة أن إحصائيات البنك الدولي تشير إلى أن متوسط أعمار الرجال في هونغ كونغ هو 82 عاماً، يعني يصل متوسط أعمار النساء إلى 88 عاماً. ولفتت الصحيفة إلى أن هذا المعدل هو الأعلى مقارنة بأماكن أخرى مثل اليابان، سنغافورة وإيطاليا. وتابعت أنه تساهم الرفاهية الاقتصادية في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية بجودة عالية، وأبرزها الرعاية الصحية المتاحة بمستويات عالية للجميع. شنو رأيك زين؟ حلو، كلش حلو. أنا مؤمن بهذا الشيء، إذا الإنسان يكون مرتاح، من نقول مرتاح يكون يعني عايش في بيئة آمنة، ما يكون ستريس، بيئة صحية، أكيد عمر راح يطول. تدري مثل ما تشوف يعني ما عدا الظروف الصحيه المتوفره عندهم، عندهم قوانين صارمه، هذا الشيء يخلي انه من الطفوله هم عندهم اسس وقوانين يمشون عليها، فعندهم الصرامه والعزيمه. واللي عرفه 70% من سكان هونغ كونغ هم المهاجرين، يعني شلون عندهم هاي العزيمه الجسديه والنفسيه حتى يتحملون وبالتالي يلتزمون بالقوانين وايضا الشروط الصحيه المتوفره لهم. هذا الشيء كله تعرفين تميلها من القبل، اذا نقارن اعمار الاجيال اللي قبلنا وهسه نشوف انه اكو اختلاف صراحه. صحيح. يعني جدودنا واللي قبلهم كانوا يعيشون فت 70 80 90 ويمتدون. بالضبط. نشوف هسه الجيل الجديد يعني ما يوصل الى 50 60، وهاي كلها بسبب العوامل والتلوث البيئي والتدخين. التدخين وهسه كورونا، يعني اكو دول دول زين التدخين، حتى يعني الباكيت السيجاره ممنوع بيعها او تنباع بطريقه كلش صعبه وغاليه، يعني هاي الامور كلها تاثر. حتى بالتالي يعني هاي الامور كلها احنا بشبابنا ما نهتم، بس هذا للمدى البعيد حتى نقدر نعيش لسنين اطول. مشاهدينا ننتقل وياكم الى مدينه السليمانيه، عندنا تقرير عن عمر اللي هو من مدينه الموصل واللي يستخدم الدراجه الهوائيه للسفر بين المدن العراقيه، راح يحكي لنا عن طريقته وعن رحلته، فخليكم ويانا خلينا نشوف هذا التقرير سوا. أنا عمر من مدينة الموصل، حبيت أجرب رحلة الدراجة الهوائية بالسفر. كانت رحلتي جميلة جدا، انطلاقتي من الموصل لأربيل الشقلاوة، لمبيتي بليلة الشقلاوة استقرار لوقت الاستراحة، ثاني يوم تكميلي من شقلاوة إلى دوكان، ويوم الثالث كان سفري من دوكان حد يوم السليمانية.
حبيت أجرب وأتعرف على الانطباعات والمجتمع وتقاليد المحافظة السليمانية، وأيضا رؤية المناطق والمكانات الجميلة والجبال الرائعة. وقت جميل كان وقت الاستراحة، دائما صادفنا لو الجبال لو على ماي العيون دائما على طريق الشمال، صادفني كلش عيون وسواقي الماي، كان وقت الاستراحة كلش منظر جميل، خاصة من بعد الصعود مثلا جبل، صعود الجبل كان هو كلش متعب وفعلا هذه، بس كان المنظر الجميل كان ينسيني التعب، ينسيني الصعود كلش، وتحقيق الهدف أهم شيء، كان أتذكر تحقيق الهدف إني أصعد الجبل يعني عدتكم. التعاون العالم وياي والناس الاستقبال تعاون أكيد حلو كان كلش، والناس سيارات تقف لي على الطريق اصلا تحتاج شيء شوين من انت ويصل لي وين توصل، كان اغلب من مدينه الموصل هاي هدفي اوصل سليمانيه، بمروري الى القرى بالطريق عاده عالم وقفوني عزموني للتظهر يمنا بعد يمنا على طول، قلت لا شكرا انا لازم عندي هدف وقت قياسي لازم اريد اصل مدينه سليمانيه. كلش حلو استقبال كانت الطرق كلش اهل المدينه واهل القريه كلش جميل كان معك. انا اكثر شيء اندهشت بالطريق من اربيل الشقلاوه بعبوري النفق، كان النفق يعني اول مره اعبره كلش حلو بالدراجه الهوائيه، دائما عادي نمشي بالطرق وبالطرق نحن، بس هالمره كان ركوب الدراجه الهوائيه اول مره اعبر النفق بالدراجه كلش حلو يعني. بعدين ثم اتجاهي إلى دوكان في منطقة سياحية دوكان، وفي استراحتي هم كان صادفت فيها كلش حلوة دوكان بضفاف الشط جميلة كلش، ومنطقة سياحية كلش حلوة واستمتاع بيها. رسالتي إلى باقي الشباب عليهم يمارس الرياضة وركوب الدراجة، صح اكو رياضة موجودة كرة قدم وكرة سلة وباقي الشغلات، بس مو مثل ركوب الدراجة لأنها استمتاع بها، وأصلا هي بنفس الوقت هم تقدر تسويها الرحلة وترحال بها والسفر بها، وتعتبر نقل وسيلة نقل تعتبر يعني. يعني فعلا رياضة أي نوع رياضة أنا جدا من مشجعيها وعشاق الرياضة. أنت طبعا يعني من عشاق الرياضة بالفعل، فالرياضة هي مفيدة للصحة للروح، يعني هي ما لها عمر وما لها بس فقط أنه أحد يشوفك يقول لك أنت ما تحتاج رياضة أو أنه هاي ما، لا لا حلوة هي بها متعة بها أنه للصحة وكل شيء. وهسا شفنا هذه مجموعة من الشباب يعني فعلا الدراجة أيضا هي من الرياضات الممتعة وأيضا الرياضة اللي تحرق فعلا كالوريز. شنو رأيك زين؟ تميلا نشوف أكو هواية أشخاص خاصة الأجانب يسوون رحلات حلو، هسه هو بدا هاي الرحله داخل المحافظات نشوف انه اكو يروحون الى ابعد، هم يسوون دول يعبرون دول وحدود من خلال البايسيكل او البايك، فحلوه جدا هاي الرياضه وحلوه انه نحن نشجع باساليب بسيطه جدا على انه الاشخاص يمارسون الرياضه يسوون رياضه، لانه هي كلش ممتعه لانه هي مفيده، وبنفس الوقت هم تقلل الستريس عند الشخص، واحنا شعب معروف عندنا ستريس 24 ساعه دائما عندنا ستريس بالفعل. إذا نرجع نذكركم بالهاشتاج، هل تؤيد مقولة نوما هنيئا لأطفالكم عند دعوتكم لحضور مناسبة؟ خلينا أقرأ أحد التعليقات، أحد قال جدا غلط هذا الموضوع وجربوا بنفسكم وأخذوا أطفالكم لمناسبة وشوفوا شو يصير. بالفعل حل عملي على تحسيها تحسيها مرات تكون روت أو تكون مثلا يعني بها تحس فض، موضوع فض من الطرفين، يعني ممكن الاهل من يودي اطفاله والمضيف او الشخص اللي مسوي المناسبه راح يقول اني مو قلت لهم او انه ذكرت على البطاقه،
ونفس الموضوع ممكن الشخص نفسه من يقول له لا تجيب اطفالك مثلا، هو ما ياخذها بطريقه حضاريه او انه اتيكيت، لا ليش يقول لي شيء يعني عيب يعني اطفالي هذول شنو قصده لعداني ما اجي، فهي تصير. بس المهم الاتيكيت يكون موجود متعمم على مود بعد ما ياخذ احد على المحمل الشخصي، لانه هو شيء افضل لكل الجهات حتى يقدرون الكبار همين خطيه يستمتعون بالمناسبه. تاميلا تصوري وياي شكل ام العريس من هي تشوف العوائل تدخل القاعة وياهم الأطفال، بس يشوفون أكو أطفال لو لا هو كلهم هم يراقبون. بالفعل مشاهدينا وصلنا هنا لختام حلقتنا لهذا الصباح، نلتقيكم باكر بنفس الموعد، إلى اللقاء.